ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع العدس. ايام الشتاء اوعى تقولوا لي ما حدش بيشرب شوربه العدس صغير او كبير. والعدس الميزه فيه ان احنا نشكل منه ونقدر نلون منه ونطلع منه افكار كتيره قوي دلوقتي مع الابداع الفني. ولكن قبل ما نبدا في شوربه العدس عايزين نعرف طبعا العدس وشوربه العدس ورز بالعدس وكشري العدس من الاكلات الموثقه والمدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه. في اي مكان في العالم هي مصريه واخده الشعار المصري. تعالوا شوفوا مقاديرها على الشاشه مع بعض. معانا بصل ومعانا ثوم ومعانا عدس ومعانا البعض بيحب يضيف جزر مع شوربه العدس، ولكن انا ضد اضافه اي فليفر سواء رز ولا جزر مع العدس. ومعانا بصل وثوم ونشوف هنعملها مع بعض ازاي بطريقه لطيفه وجميله. معايا طاسه شديده الحراره على النار، بحط فيها معلقه زيت صغيره مع معلقه سمنه. ممكن تستغنى عن السمنه وتبقى شوربه العدس شوربه صيامي لاخواننا المسيحيين بمناسبه ان هم صايمين، اختياري. حطيتي معلقه سمنه ده اختياري حسب الرغبه، ولكن انا من الناس اللي بيحبوا يساووا البصله بتاعه شوربه العدس. ما تبقاش البصله نيه في ضمن الشوربه، يعني ما احطش البصلايه نيه مع الشوربه وهي بتتسلي او مع العدس وهو بيتسلي. لازم احمر البصلايه الاول بالشكل ده كده وادورها في معلقه سمنه حلوه قبل ما اعرفها على العدس. وميزه الشوربه دي بتجمع ما بين بصلها وثومها وعدسها، ثلاث حاجات مهمين جدا من خير ارضنا مصر ام الدنيا. اهي ادي البصلايه في قلب السمنه البلدي بتتحمر وبتشوح وتاخد الطعم بالشكل ده كده. هتقولي يا شيف مغازي اي نعم انا بحب العدس، ولكن ليا مشكله مع جوزي، عنده مشكله مع الكولون، حماتي، ماميته، وهكذا. الكمون بيعالج مشاكل البقوليات سواء عدس سواء فول سواء حمص سواء فاصوليا، كل فصيله البقوليات الكمون حبيبنا الحصى بالذات لما ينطحن عندك في البيت الزيوت الطياره بتاعته والفليفر بتاعه بيضيع مشاكل البقوليات وبيريح الكولون في حاله تعرفها على البقوليات. ادي البصلات تتحمر كده في معلقه السمنه، انا ما كترتش لان احنا هنحمر شعريه في سمنه فهنا نكتفي بالماده الدهنيه. البصلايه هنا تقريبا خدت لون. العدس بتاعنا بنغسله بالميه الساقعه كهرمانه يتغسل بميه ساقعه وتصفيه. اشتريت كيس من السوبر ماركت، شوفي تاريخ الصلاحيه وبص عليه كويس. طبعا ما تجيبيش اللي متخزن بقاله فتره طويله. حطيناهم في الحله. نعرف البصل على العدس بالشكل ده كده. شفتي واسيبها شويه على النار كده في معلقه السمنه. البعض بيحب يضيف جزر يحط رز. هنا في الحاله دي عايزين نعمل كميه بقى، فاضافه الرز والجزر هنا بيعمل ايه؟ كميه شوربه. ولكن انا اكتفي بالعدس والبصل والثوم. وشوربه العدس لازم تكون خفيفه في حاله اضافه الشعريه المحمره ليها. بعض الناس وبعض المدارس تحط الشعريه بدون تحمير والبعض يحمرها نص تحميره. طب ايهما افضل يا شيف وبتحب ايه؟ بحب الشعريه متحمره شويه في شويه سمنه. ويا سلام لو خدنا السمنه بتاعه تحميره الشعريه حطينا منها معلقه على العدس اصبح خليط متجانس. ادي العدس مع البصل من غير توم، انا مش هحط توم دلوقتي. شفت الجو ده كده زي الفل. معايا ميه بتغلي على النار باخد منها كده. الله الله، الميه دي يعني زي الشوربه، حاطط فيها بصل، حاطط فيها فص ثوم، عود روزماري، عود زعتر، يعني مش ميه ميه يعني مهيئها، وده بايدك انت على فكره. هنسيبها على النار كده تستوي، معاها وقت لسه. واحنا بدأنا بيها في بداية الحلقة علشان نكسب وقت. شايفة في حاجة هنا مش واخدة بالك؟ إن المية بتغلي. ومجرد ما حطيتها على العدس وهو متحمص مع البصلة بتغلي على طول. فينصحك في حالة إضافة الماء لشوربة العدس أو أي نوع شوربة تكون الشوربة دي بتغلي أو المية بتغلي على النار. يفضل علشان تكسبي وقت وما تقفيش في المطبخ كتير. براد الشاي، مية بتغلي على البوتاجاز، ايا كان. بص على العدس، بص على الحلاوه. عايز شويه شوربه كمان؟ زي الفل.
ونسيب كل حاجة تغلي على النار، ونستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف تكملتنا مع شوربة العدس بالشعرية الجميلة الحلوة دي. أنا من عشاق الشعرية مع العدس للأمانة، وخاصة السمنة اللي متحمرة فيها الشعرية. أنت خليك جدع بقى، ما تزعلنيش منك. شغلنا كتير النهاردة. أدي الشعرية بتتحمر، تاخد التحميرة الحلوة دي كده، شغال الحمد لله. إيه الحلاوة دي؟ أخبار الشعرية إيه؟ هو ده أهي. الله، العب. هو ده، شفت الشعرية ولونها وجمالها وحلاوتها؟ الله الله الله. شعرية 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 بتتحمر أهي أهي، فيها طعم السمنة البلدي أهي 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 أهي. العب، هو ده زي ما هي كده. طبعا انا لو سبتها على النار هنا خلي بالك هتحصل مشكله كبيره. ايه هي المشكله يا عم الشيف؟ هتاخد لون. نقوم نعمل ايه بقى؟ شفت شقاوه المطبخ؟ بص على الشقاوه، هو ده هو ده هو ده هو ده. بس خلاص هو ده. واسيبها على النار، العدس لسه جاي وقته. بس خلاص، يلا بينا نروح الفرن. اللهم صل على النبي. ده في حاجه لطيفه هنا اهو في الفرن، في جريله بتسخن وفي عيش بيتحمص للشوربه. المال الحلال ربنا مبارك فيه. والله انا بفتح الفرن بالصدفه، مع ان ايه اللي عم ملاح فكرني. ده العيش. بص بقى، بص بص، هو ده هو ده. ده لشوربه العدس. انا بعشق الخبز المحمص مع شوربه العدس، بعشقه. احط في الطبسيه بتاعتي كده ولا في البوله بتاعتي شويه العدس، واحط عليهم شويه اتحمص كده علشان الشعريه، اخد اللون بتاعه، لانه ده عيش بلدي، عيش رده، ما هوش عيش ابيض، مش عيش فينو، خلي بالك. فده لونه، خلي بالك. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا ايام امي رحمة الله عليها ومن زمن قريب يعني ما كانش فيه لاند ميكسر ده، ونعمل الشوربة بالشكل ده كده. معانا شعرية متحمرة، فاكرينها؟ زي ما هي كده مستوية جاهزة. سويناها ازاي؟ والشعرية بتتحمر على النار في معلقة سمنة بلدي، دي المدرسة المغازية بقى. خدنا من شوربة العدس حطيناها على الشعرية، جاهز أهي أهي أهي، بمعلقة السمنة اللي كان فيها الشعرية أهي. الله، وهو العدس يكون تقيل معاكي؟ يا سلام، اللي هيشرب شوية شوربة من دول هيدعي لي. فيهم بروتين نباتي، فيهم بروتين حيواني. جاء منين البروتين الحيواني يا مغازي؟ من السمنة البلدي اللي حمرت فيها الشعرية، واللي حمرت فيها البصلة من البداية خالص. ودي منتجات ألبان، يعني بروتين حيواني. أصبح أن الطبق ده فيه كل العناصر الغذائية تناسب أفراد الأسرة، صغير وكبير حسب أعماره. دي جاهزة، هنخليها تاخد غلوة على النار مع بعض. الشوربة، شفت الشوربة وحلاوتها؟ الله. البعض بيحب يضيف توم، بس أنا بصراحة التوم مع العدس مش مرغوب فيه طالما فيه شعريه للامانه. اذا شوربه العدس من غير شعريه نحط التوم. شوف طريقه الغرف ازاي. بالشكل ده كده. والباقي ترجعيه على التلاجه تسخنيه تاني يوم. تتسخن ازاي دي يا عم الشيف؟ نار هاديه خالص. العدس ما يسخنش على نار شديده لو بتسخنيه تاني يوم. كلنا بنحب ناكل الاكل تاني يوم، بيحلو على فكره. لما تيجي تسخن العدس ده تاني يوم على نار هاديه وتغطيه وفي الثلاجه، حلو الكلام. احنا كده كده العدس في ايام الشتاء ضيف متواجد دايما. الله، ايه الحلاوه دي يا مغازي؟ شويه خبز كده
من اللي اتحرق ده. بهزر انا. شويه بقدونس حلوين، اللهم صل على النبي. دي الشوربه عينيا. لا الطبق ده ليك انت يا شفيق، طبق العشق. ده خبز محمص، ها اللي ملاح حرقه. هناخد العدس ده على الخبز ده والحلويات اللي في الطاسه دي. ايه الحلويات دي؟ ما اعرفش طلعت معايا ازاي للامانه. بهريز الفراخ المشويه، التومه وشويه البهارات نتيجه التحمير. شفت الحلاوه؟ طب ده مش في الحلاوه، بالله عليك ما تضيع الفرصه دي، بالله عليك. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ وده على اللبن. هو ده المطبخ. ناخد الزبادي بتاعنا.